قال عليه يقولوا لك يتمشى ممكن يخش المول ده غير لو هيسرقه. امال في الساعه بهزر معاكي. وبعدين ده انا هفرجك على حته فيلم 3 دي هتاكلي صوابعك وراه. ايه 3 دي ده؟ 3 دي اللي هي الافلام النضاره اللي هي الجيل الثالث من الافلام. ده زي التليفونات؟ ايوه هو ده. على فكره ابويا وعصفور عندهم منه على فكره، وهما بيتكلموا في التليفون مع بعض بيشوفوا بعض. والله هي الافلام دي كده برضو، نبقى احنا قاعدين في السينما احنا والممثلين شايفين بعض. ليه انا مش عايزه حد يشوف؟ يا بهار انت ايه حاجه بتصدقيها؟ تعالي يلا. طب هو الفيلم ده اجنبي؟ اه اجنبي. طب انا ما بفهمش الاجنبي. ما هو عليه ترجمه، تعالي يلا. طب انا مش بلحق اقرا الترجمه. هقراها انا واشرح لك. يلا بقى. البنت البطله بقى اللي انا حكيت لك عليها دي، في واحد بيحبها، واد امور ومؤدب وابن ناس زي الفل. ايوه الحب حلو برضه، بس هي البهيمه تحب واحد تاني. واد بيئه جزمه ما تقلعيهوش من رجلك. طب والواد البيئه ده اسمه ايه؟ اسمه عصفور. ايه اسمه؟ اسمه جاك. طب وهي بنت اسمها ايه؟ البطلة؟ اه اسمها نرجس. طب هو الواد البيئة ده بيحبها؟ لا طبعا، عشان حمار مش وش ناعم. خسارة. ولا خسارة ولا حاجة، ده كده أحسن لها، عشان هي كده في الآخر ممكن تتجوز الواد المؤدب ابن الناس اللي أنا حكيت لك عليه في الأول. بس يا بنا الفيلم كله خناقات وضرب، أنا ما شفتش أي حب ولا أي حاجة. لا ما هو الخناقات دي على القايمة. هما كمان عندهم زينا؟ بصي يا نتوش، أنا هقول لك الفيلم ده عايز يقول إيه من الآخر. الفيلم ده عايز يقول ما تتجوزيش اللي بتحبيه، اتجوزي اللي بيحبك. واضح يا بيرة إن أنت عارف الفيلم كويس قوي من غير ما تتفرج عليه وحافظه صم. اطلع بقى كملهولي بره. خلاص خلاص جاي 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 يا شمعة. مساء الخير. ايه محدش شافك؟ مساء النور. لا محدش شافني، بس انت عامل في نفسك كده ليه؟ يا طمطم عشان محدش يفقسنا لازم الخطة تمشي زي ما احنا مخططين لها بالظبط. لو تعرف موضوع الجوازة ده يا طمطم هيبقى ده مسمار اندق في نعشي كرئيس قادم للجمهورية. انا تحت امرك،
شوف انت عايز ايه اعمله وانا هعمله على طول وانا مغمضه كده. ماشي، احنا هنطلع دلوقتي على قهوه بستان الامل، عرفات مستنينا هناك بورقتين عرفي، نضربهم قوام قوام. ليه؟ وانا مش هتجوز عند مأذون؟ لا يا حبيبتي، العرفي ما فيهوش مأذون. ايه ده، هو الجوازه دي ما فيهاش شهود؟ لا يا حبيبتي، العرفي ما فيهوش شهود. طب وانت مش تكتب لي مؤخر؟ لا يا حبيبتي، العرف ما فيهوش لا مهر ولا مؤخر. يعني مش هتديني كمان مهر؟ مفيش، العرف ما فيهوش مفلوس. طب هو العرفي فيه عريس ولا كمان ما فيهوش عريس؟ العرفي اهم حاجه فيه العريس والعروسه. احنا بعد ما نخلص مشوارنا ده هنطلع على فيلتي، نقعد بقى براحتنا ونشوف نفسنا ونقضي ليلتنا، وبعد كده تتوكل على الله تروحي على بيتكم. انا تحت امرك، المهم ان في عريس يا سيد الرجاله. طب صباحيه مباركه مقدما يا حبيبتي يا ست الستات. كمي طب كمي كمي. لو تشوف يا عم ياسر جمهور الفلسطيني فرح بيا قد ايه، ده ما كانش في كرسي فاضي في الحفله. كان الله في عونك يا شهيد. يوه بعد الشر يابا. بقول لكم يا جدعان، مفيش اجدع من القضايا الفلسطينيه، من احلى القضايا اللي الواحد قضاها في حياته. انا كاني كنت تايه وماشي في الشمس، والقضايا الفلسطينيه استلقتني ووقفتني في الضله. لو لسه بقى لما تعتقل وتتعذب وتضرب عن الطعام، متعة تانية خالص. يا مسهل يا رب. والله يا عم حسن، انا قلبي حاسس ان اللحظة دي قربت. أبقولك يا عصفور، هو الشنط دي كلها على الميكروباص بتاعتنا. دي هدايا انا جايبها لكم القدس. اوعدنا يا رب. كلفت نفسك ليه يا حبيب؟ يعني ينفع يا عم ياسر اروح احرر فلسطين وارجع بايدي فاضية؟ كلك واجب يا عصفور. طب بقول لكم ايه، ما تطلعوا انتوا بقى على فوق وانا والكوبايه كده هنروق الشنط ونطلعها وراكم. عشان ماشي يا باشا، يلا بينا. معايا ومعاكو النجم اللامع عصفور الجنينه. ازيك يا استاذ صريح، عامل ايه؟ اخبار حضرتك ايه؟ الله يخليك، انت عامل ايه يا عصفور؟ كويس الحمد لله، ربنا يوسع عليك يا استاذ صريح، ويعني ويكرمك كمان وكمان. حضرتك اللي نموذج والله، وشخص صاحب رساله. يعني على فكرة اللدغة بتاعتك دي عجباني جدا، لاني انا حاسس ان دي كانت من اسباب شهرتك ونجاحك، وده مش عيب. ما هو احنا عندنا امثلة كتير من ده. شعر المطرب المعروف، معلش انا ذاكرتي يعني ساعات، شعر الجريني مثلا، طشت نانسي، بلوفر عمرو، حصان نجلة، ما كل الحاجات دي ساعدت في شهرتهم. بس أنا يمكن اتحاربت في الأول كتير يا أستاذ صريح، وقال لك المطرب أبو نص لسان. أبو نص لسان. وهو الحمد لله احنا دلوقتي بنرد، ومحطوط في منطقة بسبب اللدغة دي. أنا محطوط في منطقة يمكن زي عمرو وزي منير، لأنها حاجة ميزتني، وحاجة يمكن أنا يعني ما دي هبة من ربنا. ونعم بالله يعني. ونعم بالله. اللدغة دي هل انت اتولدت بيها ولا اكتسبتها؟ لا طبعا، يعني محدش بيكتسبها، لكن انا اتولدت بيها، لكن اشتغلت عليها وطورتها لحد ما قدرت اوصل بيها انها تكون ايقونة عصفور الجنينة. ومال يعني مال ايقونة شعر الجريني. صح، ما ايقونة. صح. ما في حاجات كده بتساعد المطرب، ما هو الاساس بس ان المطرب يبقى صوته حلو، يعني مش مجرد عامل مساعده، لا. وانا متهيألي ان ده كان بدايه طريقك للعالميه، وانك انت تعمل دويتو مع مطرب عالمي زي شاجي.
الحمد لله طبعا، يعني ده ابسط رد على المشككين في قدرات عصفور الجنينه. اه حقيقي. فعلا ده حقيقي. شادي يمكن كمان احنا دايما نقول ان احنا نتشرف بالشغل مع الامريكان والاجانب، لكن لا، شادي هو اللي جاب النت بتاعي وكلمني وقال لي عصفور انا عايز اشتغل معاك. وهو شخص جميل قوي، شادي بسيط ناجح، مفيش اي كبر، الناس دي بتحب شغلها بجد يا استاذ صريح. فعلا فعلا ده يعني شاجي هو اللي دور عليه، هو اللي جاب النت بتاعه وكلمني عليه يا استاذ صريح. شاجي هو اللي جاب النت بتاع عصفور وهو اللي دور عليه عشان يغني معاه. يا سلام عليك يا عصفور، يا سلام. طب قول لي بقى يا عصفور، بمناسبه ان احنا الكلام جه على شاجي، تكلمني وتكلم الساده المشاهدين عن المطرب العالمي شاجي. شادي على المستوى الانساني شخص جميل جدا وشخص بسيط زي ما انا قلت. ده انت اللي جميل وقمر ومنور كل حاجه حلوه، ربنا يخليك والله يا ابو العصافير. لكن على المستوى الفني شادي، يعني اللي انا اكتشفته فوجئت بيه بمستوى شادي الفني، كل اللي احنا شايفينه ده والنجاح والهيلمان ده، انا اكتشفت انه اجهزه بتلبس صوته. فلما جينا نشتغل، اكيد حضرتك عارف السلم الموسيقي اللي هو الدوري ميفا. لا عارف، عارف لا عارف السلم، عارف السلم بس ما بقدرش اطلعه، بنهج. يعني مش مطلوب من حضرتك انك تطلعه، مطلوب مني كمطرب ان انا اصعده، ومش مطلوب من حضرتك كفيل انك تصعد السلم. ايوه صح، انت عصفور تطلع بسهوله انما بفيل. لكن لما انا بدانا نقول مع بعض انا واستاذ شادي، بدأ هو اكتشف عنده مناطق الضعف اللي هي زي الدو والفا. هو في الدو والفا ضعيف قوي، فلما جينا نقول مع بعض التوينتي، انا ما بقتش احب ارقص على حته الدو والفا عشان ما احرجوش قدام الناس. عصفور مرضيش يقرص على الدو والفا عشان ما يحرجش شاجي. هي دي الشهامه المصريه، ده النبل، دي الاخلاق الصح. الله عليك يا ابني، الله عليك. تفضل يا ابو العصافير كمل. بس فيعني جو التعاون وجو الحب اللي كان موجود في قلب اللوكيشن بيني وبين استاذ شادي، هو اللي طلع التوينتي بالشكل الظريف ده. يعني يمكن طلع ايه بس عشان التوينتي، التوينتي اللي عملناه مع بعض. ده ملف واتقفل. بعدها بدات افكر بشكل عملي. انت دلوقتي راجل نجم وصوتك مسموع وعندك جمهور وناس كتير بتحبك، فلازم تلتفت وتتكلم في موضوع ما حدش اتكلم فيه قبل كده. زي ايه؟ يعني فانا قررت ان انا اتكلم في القضيه الفلسطينيه. في القضيه الفلسطينيه. يعني ده موضوع ما اتفتحش قبل كده تقريبا. اول مره حد يتكلم فيه. وانا وطاقم العمل بتاعي قررنا ان احنا نسافر فلسطين. نغني لشباب الانتفاضه واطفال الحجار. الفلسطينيين. الفلسطينيين. يا سلام. الله عليك، الله عليك. طب يعني انا اول مره الحقيقه اسمع الموضوع ده، يعني متفاجئ بيه. هو من الفتره الجايه ان شاء الله هتبتدي الاغنيه تنزل على القنوات، لكن انا جبت الطاقم الاعدام بتاع حضرتك بره. طاقم مين؟ الاعدام بتاع حضرتك بره، جبت له الاعدام. جبت له زي سيدي هيا، او قصده طاقم الاعداد، بس يا زار السين جابت الميم في رجليها. اتفضل اتفضل. جبت له سيدي هيا عليها الحفله، وازاي الناس كانت شايلاني من على الارض شيل. يعني السدايه دي موجوده؟ موجوده وسلمتها للطاقم بتاعك. لا لا، جرايه مخرجنا قمر يلي منور كل حاجه حلو. معلش بعد اذنك يا ابو العصافير، مفيش مشاكل اصلا. ما احنا لازم جمهورنا برضو ولا ايه؟ ده انا اتمنى ذلك. حصري في برنامج حصري بالظبط كده، حصري في قنوات الفيل المتخصصه. كليبه جديده لانج للمطرب الجميل اللامع عصفور الجنينه. يلا يا مخرج امه. احمد عرابي فين؟ وفين احمد السقا فين؟ وفين حسن شحاته؟
عارف الاغنيه جايه ستات كتير بتحبوها. قولوا لاسرائيل تبرده وتولع واحده السوبر وتمنع التدخين وتمنع التدخين. بكره عصفور هيجي لهم يديهم على الاطمار ويثبت التدخين ويثبت التدخين. شكرا ميرسي اقعدوا بالعافيه. الله يا عصفور، حقيقي اغنيه رائعه جميله راقيه شيك. بس يا ريت يا عصفور يا جنينه نسيب الاغنيه دلوقتي على جنب وتكلمني بقى عن الشعب الفلسطيني. يعني لو حضرتك ما كنتش سالت السؤال ده انا كنت هتعرض للموضوع ده، لان مهما وصفت لحضرتك انا لا استطيع ان اوفي هذا الشعب الجميل حقه، لانهم فعلا ناس بسيطه وناس جميله وناس بتعاني يا استاذ صريح. تمام. الناس دي يكفي ان انا من ساعه ما نزلت من سلم الطياره لم اضع يدي في جيبي يا استاذ صريح واصرف جنيه، لم يحدث. عصفور الجنينه لم يضع يده في جيبه، لم يصرف جنيه، الفلسطينيين هم اللي صرفوا عليه رغم كل الأزمات اللي بنمر بيها. يا سلام يا سلام يا سلام على هذا الشعب، هذا الشعب المكافح العظيم، شعب فلسطين. قول لي يا عصفور، كلمني أكتر يعني عن أجواء الحفلة كده وتفاعلك مع الفلسطينيين قبل وبعد الحفلة. هم الفلسطينيين، بس المشكلة اللي أنا الصعوبة اللي واجهتها هي كانت مشكلة اللغة. اللغة؟ يعني اللغة مختلفة تماما يا أستاذ صريح. مختلفة يعني تماما إزاي يعني؟ يعني هل تتخيل يا أستاذ صريح إن أنا ماشي في فلسطين بمترجم؟ حالنا كعرب وصل إن إحنا ماشيين بمترجم في فلسطين، ده حال العرب. ما هي دي أزمة اللهجات، احنا لو كلنا نتمسك باللغة العربية الفصحى البسيطة هنفهم بعض كعرب. انا معاك في النقطة دي، ماشي طول الوقت بمترجم. برضك في الـ 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 الأزياء، الأزياء مختلفة تماما، بيلبسوا حاجة زي التراتير لحد دلوقتي. بس ده عادي عادي. لا ده عادي يعني عادي، حكاتبك كل الناس بيبقى ليها طريقة لبس مختلفة عن الآخرين. يعني حتى احنا هنا في مصر يعني ما احنا في جلاليب، في بيجامات، في بناطيل وقبصان، في حمالات، في من الموضوع يعني يعني, مني يعني مش شرط حكاية اللبس، مش شرط. أرجوك يا عصفور أرجوك يعني خلينا في لب الموضوع في الحفلة. التفاعل بتاع الجمهور معاك كان عامل ازاي؟ يعني انا لا استطيع برضك ان انا اوصف لك ازاي الناس كانت مبسوطه بالحفله. كانوا كتير يا عصفور؟ الناس كانت كتير قوي صريح باشا. يعني والناس انا اول مره اغني وجسمي اشعر، انا عايز اقول، والناس بتقول معايا، والناس حافظه الاغاني اكتر من المصريين. ياه والله العظيم اكتر من المصريين. ما شاء الله ما شاء الله. بعد ما خرجت، يمكن انا برضو مسلم طاقم الاعدام بتاع حضرتك، مسلمه استدعاءات تانية اللي فيها ردود افعال الجمهور وازاي الناس شالتني على الاعناق بعد ال. اصل فعلا لاحظت ان هو كان في تركيز عليك انت والفرقه، ما كانش في جمهور خالص. الكليب اللي اتعرض ده كان الكليب بتاع الاغنيه بس. لكن بعد الحفله حصل زي ميك بتاع الميك ده اللي بتعملوه في الافلام. ايوه الميكنج. للناس اللي كانت موجوده في الحفله ازاي حملوني على الاعناق للجمهور، ظلوا يهتفون. يعني ده موجود عندنا في كنترول، موجود عند طاقم الاعدام. جرايه مخرج. لا قول له طاقم الاعدام بسرعه يطلع لنا الاستاذ. في اليونان طب
فين احمد عرابي فين وفين احمد الزقه فين وفين حسن شحاته وفين حسن شحاته شطول زعماء الامه فين ويا ما قالوا لا فين راحوا فين هم الثلاثه. ايه رايك يا استاذ صريح؟ رأيي في ايه يا جزمة يا واطي يا سافل يا عديم الرباية؟ في ايه صريح باشا؟ في ايه؟ يعني مش عارف ايه انا؟ راح تغني في اسرائيل وتقول لي كنت بغني في فلسطين؟ اسرائيل مين يا قمر الدين؟ انت هتلبسنا قضية على الهوا ولا ايه يا صريح باشا؟ طب تصيح على مين هلا؟ هتصيح علي انا ولا هتصيح على مصر والمصريين؟ ما الصور فتح واقع ايه؟ مش اسلوب حوار انت مش اسلوب حوار يا سافل يا عبيد يا خاين انت مالكش حد غير مش اسلوب حوار يا استاذ صريح. واصل على ما اخلص عليه وارجع لكم. تعالى هنا ايه؟ الجزمه. ايه رايك يا رانيا؟ عصفور بالسلامة كده. ايوه سلمى. ها ايه رايك؟ والله بصي ما اضحكش عليكي توقعت منك شر اكتر من كده بس يلا مش وحش برضه. مش وحش ده ايه؟ ده الواد مستقبله ضاع. ماشي يا ستي ايه المطلوب دلوقتي؟ انا كده خلصت الاتفاق من ناحيتي فاضل بقى الاتفاق من ناحيتك. اه طبعا هخلي الرجل العنابي يكلمك في التليفون مفيش مشكله. نعم يا اخويا هو ده الاتفاق. امال كان ايه الاتفاق اللي بيننا؟ هخليك انت والعنيبي تقابلوا عز الدين عتيقي عشان نتفق معاه الانتخابات ونطير العنيبي من عند صريح. ايه انت ناوي تخلع وتدبسني مع عز الدين عتيقي بعد ما خليتني اتكلم معاه وابقى ماليه ايدي ان العنيبي هيروح له ويسيب صريح؟ شوف الدنيا يا جدع. خد لك حبايه بتنفع في الحالات دي. بلاش. مش هي دي سلمى اللي سرك معاها؟ انا بس حبيت اعرفك اللي معاك من اللي عليك. هتلاقي التسجيل ده عندك على الايميل عشان لو انكرت تواجهها بيه. يا عصفور يا حميد يا صاحب الطريق ما انت هو نتكلم. طيب افتح. انا عايزهم يموتوك ويبهدلوك يا كلب الصعينه يا خاين عرضك وداسك. انت هتعمل فيها منعدل. طب ما انت اللبس اللي انت لابسه ده كله ميكن اسرائيل. اتفضل اهو اللبس اهو يا خوفي. بتجيب لي طاقيه وتقول لي طاقيه سارة. طاقيه سارة من اسرائيل يا ابني. طب يا عم ايه ما نطلع فوق الاوضه شويه. ولا الاوضه امسك ولا ليك اي حاجه عندي وقوم من وش من هنا يا كلب يا نتنياهو. شفت ادي اللي نبله من وشك يلا يا عم هيثا. التسجيل ده متفبرك. انا مش عارفه ازاي صريح بيتصدق ان ده صوتي. صوتك وخبير الاصوات قال ان صوتك. صريح الفيل ما بيلعبش. هو فعلا صوتي. فاضي اتكلمي وانت واقفه. هو فعلا صوتي بس الحوار ما كانش كده والكلام ده متركب. لا مش متركب الكلام كان كده. وعز الدين عتائي اداك فلوس من تحت الترابيزة. طب خلاص انا همشي من غير ما تضرني ولا ضرك. مش هتضريني وهضرك. هضرك قوي يا سلمى. ميك اب ميك اب يا اساتذه مش عارفه اشتغل. شوفوا لنا فين الميك اب ده وهاتوا لنا منه اتنين عشان الزنقه. ما تقلقش يا فندم انا هتصرف. ايه ده يا فندم؟ ريلاكس. انت فين يا مدحت؟ انا مش قايلك ما تتحركش من جنبي طول ما انا عندي تصوير. ما انا هنا يا فندم. قلنا ايه؟ ما انا هنا يا نجم. انا مش مصدق ان انا هصور يا مدحت. حلم حياتي. ركز بقى ركز بقى عشان حلم يبقى حقيقه. ايه رايك في اللبس يا عمي؟ هايل هايل يا تيسير. انا خليت الستايلست تعمل واحده زيها بالظبط بس اصغر نمر عشان نظام. بس شريت اللون الفاتح منها بقى. ايه ده؟ ايه التهريج اللي انتوا عاملينه ده؟ ايه اللي لابسه البني ادم ده؟ اهدى بس سعادتك وانا هشرح لك كل حاجه. اشرح لي ايه يا فاروق؟ قول يا حيوان ده على البدله.
يلا بلاش فضايح قدام الناس. يا جماعه الصوت ده مش عارف اشتغل. اتفضل ساعتك على جنب كده، مش عايزين التهزيق ده. تهزيق؟ تعالى. يلا يا حاج الظابط، لو جاهز نصور. جاهزين يا ريس. ثواني. يلا يا جماعه، تسجيل. بس كده كمان. شد حيلك. جاك. الراجل الشرطي واحد واحد أول مرة. الرجل الشرطة. لا كات يا سيادة النقيب، هنعيد ها؟ نركز شوية. الراجل الشرطي واحد واحد تاني مرة. الرجل الشرطي على الباب. اشرب. كات. تريفك تريفك. تالت مرة. اسفن. كات. رابع مرة. كات. ولا يهمك ولا يهمك، يلا تاني. سيادة النقيب تحب نفركش ونيجي كمان شوية نصور ولا نعمل ايه؟ ثواني يا جماعة. ايه يا سياده النقيب، واضح انك متوتر قوي. في ايه يا عم؟ لا بس واضح ان الكاميرا ليها رهبه فعلا زي ما بيقولوا يا فندم. بس انا والله العظيم انا حافظ دوري كويس جدا، حافظ الكلام كله، بقالي 3 ايام بحفظ في الكلام كله وحافظ الكلام كله. كلام كله ايه؟ دول 3 كلمات، 4 كلمات كلهم على بعض، في ايه 3 ايام دول يا فندم؟ هم يمكن 4 كلمات بالنسبه لحضرتك عاديين، بس دول اول 4 كلمات في المشوار الفني يا فندم. انا هبقى كويس، انا هبقى كويس. تشرب حاجه؟ اه هشرب حاجه وهبقى كويس. هاتوله ليمون يا مدحت. النسكافيه بتاعي في الكرفان بتاعي بره. بعد اذنك يا فندم. بعد اذنك ايه؟ اشربه هنا يا عم، عايزين نخلص. هو ده الراجل الشرطة يا فاروق؟ بقى انا اجي بالصدفه عشان اطمن عليكم، انا المصيبه دي مستنياني. هعمل ايه بس يا فندم؟ الفكره فكرته وشبط ان هو يمثل الدور، خفت لو ما عملوش يفضحنا ولا يبتزنا. وبعدين انا خفت بصراحه خاطر بالمشروع. تخاطر؟ ده انت دمرت المشروع قبل ما يبدا. بقول لك ايه يا فاروق، الغي الموضوع ده خالص، انا مش عايز فضايح. يا فندم احنا صارفين كتير، ارجوك اديني فرصتي. اتفرج انت بس دلوقتي وتعرف ان كل شيء تحت السيطره. ست الحبايب يا شفيقه يا اغلى من روح. الراجل الشرطي على بابي. احلى العنوان. عندك ضغط وعندك ارتخاء اعصاب. يلا اضحك عشان تتقلقش. اضحك عشان خاطر يا ديسي. لا انت مش بالجنان، جنان ايه؟ هايل هايل يا باشا. ها طير انت، تطير كده. ها انا مطيرك ماشي يا ريس. طير. يلا يلا يلا, يلا. طير اكتر، طير بقى، طير، خبط في اي حاجة. ايوه كده اهو. سلام عليكم. العشاء اهو.
كل سنه وانتم طيبين. اتفضل يا حاج اتفضل اتفضل. خش يا ابني بالعيش يا ابني يا حماس. يلا انت يا ابني تعال. اتفضل يا حاج. معقول هنوزع عيش حاف ومش هنوزع جبنه؟ ربنا يخليك ليا. عصفور. انا اللي مزعلني انها تيجي من سلمى. سلمى اللي اديتها قلبي ومحاسيسها يا دكتور. انا مش حذرتك؟ مش قلت لك؟ حصل. انا مش مضايقني بقى انها عملت كده، انا عارف من الاول ان هي واطيه. انا اللي مضايقني ازاي قدرت تحطم موهبه زيك. عصفور انا ما كنتش بحب اقول لك الكلام ده عشان ما تتغرش. انت صوتك الماز. انا عندي في الموتوسيكل تحت ما بشغلش فيه غير اغانيك. انا عندي شفيقه ما بتعرفش تنام غير على ستات كتير. ستات كتير وعملتها بعدين بعد ما بقيت احسن مطرب صاعد. ده عمرو دياب اتكلم عليا، محمد منير اتكلم عليا، تامر حسني يا راجل اتكلم عليا، بس كلهم شتموا فيك. بس اتكلموا عليا يا دكتور. صح. ولا يهمك يا عصفور، انت قوي وهتعدي المحنه. صعب يا دكتور، انا اللي اتكسر جوايا مج مش كوبايه يا دكتور. انا خلاص كنت قربت ابقى اسطوره. ما انت لسه اسطوره يا عصفور. عصفور انت ربنا انعم عليك انه اداك شخصيتين، عصفور والعنابي. لو عصفور وقع العنابي موجود وهو ده الاسطوره الحقيقيه. ماليش نفس اعمل حاجه يا دكتور. عصفور انا عمري قلت لك على حاجه وما حصلتش؟ حصلش. قلت لك سلمى دي ايه؟ حربايه. وطلعت ايه؟ حربايه. قلت لك انت ايه؟ جاهل وجربوع. وطلعت ايه؟ جاهل وجربوع. يبقى تسمع كلامي يا عصفور.
هترجع تلبس البدلة وهتركز في شغلك، وهنقف مع صريح الفيل لحد ما يكسب الانتخابات ويبقى رئيس الجمهورية. ده البلد كلها هتبقى بتاعتي. طب وانا؟ ما انت في جيبي برضو عصفور، هتبقى معايا يعني، ما تقلقش. ماشي يا دكتور، بس سيبني كده يعني يومين تلاتة اعدي من الوعكة النفسية اللي انا فيها دي. ماشي يا عصفور، خد لك يومين كده ارتاح فيهم، وانا هشوف اي حاجة اقولها لصريح الفيل. بالمناسبة صحيح، هو بخ صاحبك ده فين؟ ايه وانت المؤاخذة يعني عايز منه ايه؟ لا مفيش، ده انا بس كنت عايز اشوف موضوع خناقتكم واصالحكم على بعض يعني. اصيل والله يا دكتور بيرا. خش عليه! خش عليه! لا! مش ممكن! ستوب! هاي! هاي يا سيادة النقيب! هاي! عجبت حضرتك بجد؟ انت مصدق اللي انت عامله؟ لا الصراحة حضرتك مخرمة ناس بدقة جايب لك ناس شكرا. انا مبسوط جدا يا فندم. طاير؟ طاير يا فندم، ربنا يخليك. هنعيد تاني للأسف. ليه بس يا فندم؟ احنا عندنا مشكلة. ايه؟ في واحد من اللي انت تضربه عمال يضحك لحد دلوقتي بيضحك، مش فاهم ايه ده. اللبس ازرق ده؟ اللبس ازرق ده. خد هنا يلا كلم الباشا. باشا تعالى يلا تضحك عليا. مفيش حاجه يا باشا، مفيش حاجه. مفيش حاجه ازاي؟ ما انت بتضحك اهو يا باشا. والله ما في حاجه. ولا قسما عظما لو ما اتكلمتش لحبسك. ماشي يا باشا، بصراحه منظرك وانت بتضرب. ايه قصدك منظري مش مقنع يعني؟ بصراحه. ايه المشكله؟ ما محمود المليجي كان سفيف كده وبيطلع يضرب فريد شوقي. لا محمود المليجي يا باشا. اهدى يا باشا، اهدى يا مليجي. وده المليجي يا مليجي. مطلع يا مطلع مطلع يا مليجي. صور يا باشا، صور يا استاذ، صور. مطرب وملك الاغنيه، ظابط مثبت حراميه. مطرب وملك الاغنيه، ظابط مثبت حراميه. مخترع 100% ما فيهمش واحد مش فنان. الضحك كونا ولمونا، ثلاث مواهب مدفونه. بس لما تيجي الجنونه يبقى اللهم اغسيك يا اسطى. الراجل العنب عسولة، عامل عمايل مش معقولة. الراجل العنب عسولة، عامل عمايل مش معقولة. تعشقوا قوي من الحلقة الأولى، وتقول عدوك كمان وكمان. بكرة برضو استنونا مع حكايتنا المجنونة. برام وتيسير وعصفور، حيضحكوا في اللي جابوه. هنكمل حكايتنا قاعدين مش خارجين من بيتنا. بكره هنكمل حكايتنا قاعدين مش خارجين من بيتنا. نفسنا نضحك زي زمان